مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد غياب من على السوشيال ميديا، أخيرا عادت قمر الطائي للساحة من جديد، وهالمرة شاركتها الصور بعودتها. فشو رأيكم بصورها الجديدة؟ وصرحت قمر أن سبب غيابها هو خوضها لاستراحة بسيطة وترجع من جديد. مرحبا، بشلونكم؟ صراحة كنت مشتاقة سلفيكم بالستوري. أعرف أنه أنا غبت هواية، صار 4 أيام سحبة عليكم، بس كل واحد لازم ياخذ بريك ويرجع بقوة، فلازمكم بقوة. وبالخصوص عن المتابعين اللي سألوا عن مباركتها للفنان السيلاوي بمناسبة طرحه لأغنيته الجديدة، فنزلت قمر فيديو قصير من الأغنية وحطتها الإيموجيهات، فاستغرب البعض من ردة الفعل هذه. فما كتبت قمر أي تعليق ولا حطت تاج للسيلاوي بهالستوري، فشو رأيكم بردة فعلها؟ وغيث مروان رجع أيضا للتفاعل من جديد على انستغرام، فنزل هالستوريهات وهو يقضي يومه مع عائلته اللي صاروا بدبي حاليا، والجمهور عم يتساءل عن سبب عدم لقائه بأصدقاء اليوتيوبرز بدبي من قبل فترة. يعني والله يا لما هذا بطل اسمه فطور. أنا غلطة عمري إنه قلت لكم شو رأيكم نفطر برا؟ شو عاملين البيض أحسن؟ ماما بدها تنظف قبل ما تطلع. أما نارين بيوتي وشيرو ورغدك يومي جيان ولايف أسارة ومهاوش ووسام قطب، فاجتمعوا قبل شوي بعرس أحد أصدقائهم بالأردن، والأجواء كانت خيالية. فقبل ما شاركوا الستوريهات من العرس، شاركت نارين هالستوريهات الغامضة، وشارك شيرو هالستوري مع صديقته المقربة شهد، مما دفع المتابعين لنشر إشاعات خطوبة شيرو، وهالإشاعات طلعت خاطئة بالأخير. أما شيرين بيوتي فتفاعلت اليوم مع المتابعين بفعالية أسئلة وأجوبة، وأجابت على سؤال كان مين أكثر شخص تثقي فيه، وأجابت بأخواتي، وبسؤال آخر كان إمتى رايحة على دبي، وأجابت بهل كم يوم، وفي سؤال آخر مين أكثر حد قريب منك، فجاوبت بسيدرا. أما أحمد النشيط فشارك الحلقة الأولى من برنامجه الجديد البحث عن الكنز مع اليوتيوبرز، فكان غيث مروان وأسامة مروى ونور ستارز وبنين وزياد ضيوفه بالحلقة. فشو رأيكم بالبرنامج الجديد؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.